بص بلون وشها ازاي. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى النهارده معايا كتاب سحري جدا جدا جدا. هنستخدم ايه؟ الوان اسمها ووتر. واو هنلون بطريقه جديده جدا جدا جدا. ميك اب اند مانيكيرز. ايه ده؟ هنحط بقى كمان ميك اب ومانيكير للايه؟ للعرايس اللي معانا بطريقه سحريه جدا. كل اللي هنحتاجه ميه بس. متخيلين هنلون الوان كتيره جدا بطريقه مختلفه قوي بالوان الميه بس. ايه ده؟ دي لعبه فعلا سحريه جدا. اهو بصوا ده القلم السحري اللي هنستخدمه. في زي ما انتوا شايفين هنا الانبوبه بتاعته بتتملي ميه. هنلفها بقى كده ونحط بقى فيها الميه. ومن تحت جاي حاطين الفرشه. ايه الجل الفرشه دي اللي بنلون بيها؟ بصوا بقى طريه ازاي وفيها ريش كتير جدا. اوكي بعدين جاي ايه ماسكين الانبوبه كده وراكين الميه بتاعتها كده اهي. وبعدين جاي قافلين عليها. بعد كده حضرنا بقى اول صفحه معانا عشان خاطر نلونها. بصوا بقى ايه ده، بتنقط ميه اهي. هنقعد بس نحرك حد ما الميه تنزل وتتبل الريشه كلها اهي. كده بقت كلها بقى ميه زي ما انتم شايفين، صباعي كله ميه اهو. نمسك بقى الصوره اللي معانا عشان نبتدي ان احنا نلونها. بصوا حطيت نقطه كده راحت ملونه. في بقى معانا صور تانية كتير، ميك اب ومانيكير، وحاطين بقى ايه لابسين خواتم وبريسلتس غوايش في ايديهم وحلقان وتوك. الله شفت الصور جميله ازاي. البنات شكلهم الصراحه يخوف شويه بس مش مشكله، هلونهم مع بعض. اخدنا بقى الصوره دي، هنمشي بقى كده على شعرها اهو. بصوا بقى شعرها ابتدي بقى ان هو يلون. ايه ده؟ الله بصوا بيعمل لون رمادي كده، شكله حلو جدا. وبشرتها بتتلون برضو، والميك اب بتاع عينيها اهو. بصوا بمشي بالدول كده عشان يكون كل حاجه متلونه. الله اهو بصوا قعدت بقى الونها كلها، واعمل بقى كمان عينيها. بصوا بقى عينيها طلعت قمر ازاي. وعملت بقى بقيت بشرتها اهي، بصوا بنفس الطريقه بالظبط. وشعرها بقى لونه الله شكله حلو جدا. وشورتات اللي هي لابساها بالفيونكا اهي، موديل بقى شكلها جميل جدا. هنلون بقيه الصوره كده ونعمل بقى الحلق كمان. بقى بشرتها، بشرة وشها اهو. بصوا بقى وشها شكله جامد ازاي. ونعمل بقى بقها كده ونعمل بقى كمان ضوافرها. الله بصوا ضوافرها كمان الوانها هتكنن. الله شفتوا ده قلم سحري خالص بيلون الوان مختلفه كتير جدا بقلم واحد بس، انتم متخيلين؟ لا الصراحه فعلا دي حاجه سحريه قوي. غدوتي اصلا مش فاهمه ازاي اللون بيتلون. بصوا كذا لون ودرجات كمان كتير مختلفه. لا الصراحه فكرته جامده جدا اهو. وجاي عاملين بقى كده وعاملين بقى الايد اهي. وكملنا بقى بقيه ايديها اهي. الله اهو بنكمل بقى بقيه الالوان كمان. شكلها حلو قوي قوي قوي. شفت بقى عملنا نصها. بصوا بقى الاختلاف، دي ورقه بيضه خالص لكن الناحيه التانية لما جينا حطينا عليها الالوان اتلونت ازاي بطريقه فظيعه اهو. شفتوا؟ لا انا صراحه عجبتني جدا جدا، قلم فعلا سحري، طريقته فعلا حلوه قوي. وجاي بقى ايه عاملين القلم كده كده لوننا بقيت بقى الصوره. وخلينا بقى شكلها بالميك اب بتاعها بالمانيكير بالاكسسوارز كلها شكلها يكنن اهو. خلصنا بقيه الصوره بقى كده. الله
شفت شكلها جميل ازاي. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا فكرة القلم السحري الفظيع ده بالالوان اللي احنا لونناها، بالوان الميك اب بتاعتها اللي جنن الصراحة. الالوان كلها شكلها فظيع. هنكمل الحتة دي ندوس عليها بس بالمية، وهي نكون بقى كده خلصنا شكل الموديل. انا اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قوليلي في الكومنتات رايكم فيها، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.